لوز البنات مطحون اللي هو الثمن ديالو ديري لي اوفر سبيسيال 3 أورو و49 فريمون زوينه على حكيختي. وديري ادي الحلوه ديالتك العيد ان شاء الله. ديري لي القرقع منقي مقاد البنات ديري ليه لا بروموسيون 5 أورو و49 5.49 فيها نص كيلو البنات منقي مصايب. هاد اكس اكس ال البنات دائما تيكونوا زايدين القرعه ديال العسل فيها 1 كيلو البنات 5 أورو و49 5.49 فيها كيلو البنات. راه دايرين تخفيضات رائعه هنايا في ليدل. هاد القرعه ديال زيت العود فيها 2 ايترو البنات فيها 2 لتر. هاد زيت العود هذا كما كتشوفوا هنايا شوفوا البنات انايا من تحت خاطر حمقني هاد البيستاج هذا ديال ليدل البنات زوين كتكون الحبه كبيره. وشوفوا لي الثمن ديالو 5.99 فيها 500 غرام فيها 500 غرام البنات نص كيلو. دايرين هاد اكس اكس ال يعني دايرين لا بروموسيون واعره هنايا في ليدل. لوز ايفيلي دايرين ليه 4.39 البنات فيها 500 غرام هاد الساشي هادي فيها 500 غرام. شوفوا لي هنايا اللوز البنات اللوز دايرين ليه 4.99 4.99 فيها 500 غرام ديري ليها اوفر سبيسيال كل شيء البنات دايرين فيه التخفيضات ديال الهبال. السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. جينا اليوم ليدها ان شاء الله غادي نضربوا دوره ونشوفوا شنو حاطين في لا بروموسيون. بون البنات راهم دايرين غادي يحطوا اللوز غادي يحطوا بزاف د الحويجات فيهم لا بروموسيون. هنايا غادي اول حاجه غنبارطاجها معاكم ونتسنى هذه حتى تكمل كتغوت بون صافي كملات. غادي نبداو على بركه الله فهاد الصاك هذا ديال السكر البنات السكر سنيده سكر بودر ديري ليه لا بروموسيون 5 كيلو اخوات 5 كيلو بالثمن ديالو البنات ديري ليه 6.49 يعني فريمون كيطلع لكم رخص من الكيلو. يعني الا خديتي الكيلو راه ديري يمكن 1.49 اولا 1.59 الكيلو يعني كيتقام لكم وان شغ على الكيلو. 5 كيلو البنات هذه فيها 5 كيلو اللي هو الثمن ديالها 6.49. هنايا دايرين لي كومبوط حاطين هاد لي كومبوط هادو فيهم فوا 48 يعني 48 كومبوط كيبغيوهم الوليدات. هذا ديال التفاح البنات بوم 10.99 10.99 فيها 48 وحده صراحه زوينه صراحه الثمن ديالها راه رخيصه البنات. عرفتوا هاد لي كومبوط راه كيكونوا غاليين. وهنا كاين هاد الزيت الزيتون ولا هاد الزيت العود البنات شوفوا ليا خاطر خاطر زوين صراحه عجبني في هاد الخطوريه هادي من تحت البنات. انا ما عمرني ما جربته وان شاء الله غادي نديه وغادي نجربه حيت راكم عارفين دابا مع الزيت العود في البلاد راه غالي غلا هاد العام بزاف 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 البنات. دونك غادي ندي هادي حيت فيها 2 ايترو والثمن ديالها فريمون البنات شوفوا ليا يعني بحال كيتقام لكم 6 اورو شي حاجه يعني الثمن ديالها 12.59 فيها 2 ايترو فيها 2 لتر. وعاودوا جابوا هاد القرعه هادي ديال 5 ايترو ديال الزيت البنات داير ليها 11.99 ها هي البنات حاطين هنايا حاطين كميه كبيره ديري ليها 11.99 فيها 5 ايترو يعني كتقام لكم رخيصه يعني كتقام لكم 2 اورو شي حاجه تقريبا واه كتقام لكم 2 اورو شي حاجه. هذه فيها 5 ايترو كانوا جابوها وعاودوا ما بقاوش حطوها البنات كانت كملات وعاودوا اليوم عاوتاني جابوها اللي بغاتها راه فيها 5 ايترو. وهنا في هذا الغيون هذا لقيتهم حاطين لا بروموسيون عرفونا البنات قرب العيد حاطين لا بروموسيون اللي هي زوينه حاطين اللوز حاطين البنات هنايا كما كتشوفوا حاطين الزبيب هذا العنب الجاف حاطينه البنات زوين صراحه والثمن ديالو داير ليه غير 2.09 2.09 البنات فيه 500 غرام فيه 500 غرام هذا الزبيب هذا. وهنايا كاين عاوتاني هذا اللوز اون بودغ اللوز البنات مطحون اللي هو الثمن ديالو ديري لي اوفر سبيسيال 3.49 فريمون زوينه على حكيختي. وديري ادي الحلوه ديالتك العيد ان شاء الله. هما دائما هنايا البنات في ليدال ولا يعني في لي ماكازا هنايا كيحطوا هكا يعني كيعرفوا قرب هكا الحفله ديالتنا عيد ولا شي حاجه بحال ملي كيقرب رمضان تيحطوا لا بروموسيون ديال رمضان. دابا مع قرب العيد كيحطوا لنا هادشي ديال العيد فهمتوا البنات هذا يعني حاطينه على حسب العيد ان شاء الله. بون كما كتشوفوا هذا البنات 3.49 فريمون رخيص فيه 400 غرام فيه 400 غرام راه كنت بارطاجيتو معكم حتى في اش ماركت راه ما غاليش يعني رخيص. وهنا دايرين هذا اللوز هذا ايفيري دايرين حتى هي هذا اكس اكس ال هذه البنات دايرين اكس اكس ال بون ما عرفتش انا نوريكم الثمن ديالو لقيتها حاطينها غير هنايا شي حد حاطها هنا. ممكن هذا اللوز هذا هذا اللوز هذا البنات هذا الساشي هذه اللي فيها 400 غرام الثمن ديالها 3.39 اوفر سبيسيال البنات ديري ليها اوفر سبيسيال هذه. وهنايا اللوز كما كتشوفوا اللوز الاخوات ديري ليه 4.99 ديري ليه اوفر سبيسيال اللوز الاخوات على هذا الشكل هذا
بون كيما عارفين اللوز راه فيه بزاف ديال الماركات، ها باش تعرفوا الاخوات راه كاين فيه رخيص كاين فيه الغالي كاين فيه على حسب. بون هذا 500 غرام ب 4.99 يعني بحال 5 اورو الاخوات. هنا حاط لكم هاد لابوط هادي ديال الحلويات يعني الكاطو اللي ما قداش تصايب الحلوى الله يحسن العوال، اللي خدامه ولا اللي مريضه ولا هذا بو كتشريها هكا يعني مقاده. مو هادي حاطينها غير بواط صغيره 3.19 دير ليها حتى هي اوفر سبيسيال كما كتشوفوا على هذا الشكل. هذا هنايا دايرين العدس الاحمر البنات، العدس الاحمر لي لونتي روج دايرين ليه 1.49 حتى هو دايرين ليه اوفر سبيسيال. هنايا الاخوات دايرين كلشي دايرين ليه اوفر سبيسيال باش تعرفوا، فهمتوا البنات؟ هذا شنو هو هذه الزريعه البيضاء، بالنسبه للزريعه البيضاء دايرين ليها 1.49 حتى هي اوفر سبيسيال فيها 200 غرام. وهنا كاين العسل، العسل دايرين ليه 5.49 هذا ديال الورد ديال لي فلوغ، ها هو ميال دو فلوغ اوفر سبيسيال 5.49 البنات، فيه 1 كيلو، فيه كيلو البنات هذا العسل هذا اللي هو الثمن ديالو فريمون رخيص. كاين هاد لي فخوي هادو ديال الحلويات، هادو البنات كنصايبو بهم لي كاطو دونك الثمن ديالهم 99 سنتيم. كاين هذا ديرهم هكا فوق لي كاب كيك ولا اللي بغيتي هكا تزوقي بهم. كاين هذا ديال سيترون وكاين هذا البنات بالنسبه لهذا اورانج، وي هذا اورانج وهذا سيترون. وكاين هادو ديال الحلويات راه كنت ديجا بارطاجت معكم هنايا البنات كانوا حاطينهم. هنايا كاينه هاد الشريحه هادي ولا الكرموس اليابس، الشريحه البنات 2.89 فيها 400 غرام، فيها 400 غرام زوينه هذه البنات، كنت خديتها انا من ليدل غزاله يعني كتكون ما كتكونش هذيك اللي كتكون مسوسه ولا كتكون خايبه، زوينه هذه البنات. كاين هاد بيبيت ديال الشوكولا دير ليه 1.16 سنتي، 1.16 فيه 100 غرام البنات، فيه 100 غرام دير ليه 1.16. وكاين هذا الكاكاو بون الكاكاو البنات ما بقاش على ما اظن ما بقاش، كاين غير هاد لي بيبيت شوكولا. وكاينين هادو لي كولور ديال هكا على حسب لي كولور ديال لي كاطو دير ليهم 2.29. كاين هاد الدونتيفريس هذا بون دايرينو في هاد الغيون هذا كنبارطاجي معكم هنايا البنات دايرين ليه موان 50% ناقص 50% 1.79. ها انتم البنات يعني كتنقص لكم ديريكتومون هاد 50% ناقص 50% هذا. وكاين هاد نيفيا هذا حليب كريم كما كتشوفوا هذا البنات 3.99 3.99 دايرين حتى هو فيه اوفر سبيسيال هذا ديال لو كوغ البنات ديال اللحم كديروا هكا الجسم ديالكم. كاين هذا وكاين هذا وي كاين هذا وهذا حتى هو كريم وي هذا ايدغاتاسيون البنات ايدغاتون كريم ايدغاتون. كاينه هاد الكريم هادي ديال لا ماركسيان بور لي مان البنات هادي ايدغاتاسيون ديال لي مان ديال اليدين ديري ليها حتى هي اوفر سبيسيال نورمالمون تيدير لها اوفر سبيسيال البنات ما عرفتش ما لقيتش لو بري هنايا. كاين هاد لي ماسك هادو هاد لي ماسك ديال الوجه ديال لو فيزاج كاين هذا كاين بلوزيغ البنات كاين بزاف هنايا حاطينهم ديال الوجه مو ما عرفتش لو بري الثمن ديالهم الاخوات ما حاطينوش هنايا. كاينين هاد المبرد هذا ديال الاظافر تحكوا بها هكا الصبيعات ديالكم الضفيرات ديالكم البنات حاطينو ب 99 سنتيم فيه بزاف البنات هذا راه فيه بزاف تقريبا فيه 20 فيه 20. وهنايا حاطين هاد الزيت هذا بيو شو البنات هذا الزيت بيو ويل دو غيسان بيو هذا البنات شتو حاطينو 3.49 3.49. وهنا حاطين هاد الماسك ديال لارجيل هذا ديال الطين البنات شتو معايا كاين هاد الماسك ديال الطين فيه 300 غرام. وهذا الماسك ديال الطين كاين هذا وكاين هذا هذا راه 100% ناتورال البنات 100% ناتورال هذا شتو. وكاين هذا بالنسبه للبنات هذا راه تقدروا تستعملوه على حساب الجسم ديالكم اللحم ديالكم ولا على حساب حتى الشعر ديالكم. هذا الماسك ديال الطين البنات هذا الماسك ديال الطين البنات راه 100% ناتورال راه ما فيه لا حتى شي حاجه. هنايا لقيت هاد القرقع هذا البنات راه دايرين هاد اكس اكس ال دايرينها هاد السيمانه هادي ها انتم راه دايرينها في البيستاج دايرينها في القرقع دايرينها في بزاف د الحوايج. هاد القرقع هذا راه الثمن ديالو فيه 500 غرام البنات 5.49 5.49 فيها 500 غرام اخوات. هاد القرقع كيكون منقي مقاد زوين بالنسبه للحلويات حتى الماكله غزال هذا. وهنايا كاين البيستاج البيستاج البنات فيه حتى هو 500 غرام فيه 500 غرام 5.99 5.99
ها هي اختي البيستاج ديال ليدر راه زوين البنات، راه دائما كناخذو انا من هنايا، راه دايرين هاد اكس اكس ال زياده، هادي راه في الماء كتكون هاد اكس اكس ال، عرفوا راه كتكون زايده يعني اي حاجه كتكون زايده. مو هذا هذا البيستاج والقرقاع، وهنايا كاين هذا هذا ميلونج فيه كلشي البنات، فيه هاد نواط كاجو، فيه كلشي، القرقاع فيه كلشي مخلط، اللي هو توا الثمن ديالو 5.98 فيه 500 غرام، فيه 500 غرام. هانتوما البنات الساشي الصراحه زوين، انا دائما تناخذ البيستاج من هنايا من ليدل، بصراحه هو غالي، ولكن اليوم ملي دايرين لي هاد اكس اكس ال دايرين لي لا بروموسيون فريمون، راه الثمن ديالو مزيان. بون كما كتشوفوا هنايا هادو نوادو كاجو دايرين ليها البنات حتى هو 2.99 2.99 دايرين هاد اكس اكس ال فيها 250 غرام، هادي فيها 250 غرام البنات. هذا الملح شفتوا هذا راه فيه الملح، هذا كيكون مالح وكيكون بعد مرات الصون سال، يعني كيكون بلا ملح وبعد مرات كيكون فيه الملح، هذا بعد راه فيه الملح الاخوات. فريمون راه دايرين هاد لا بروموسيون البنات راه زوين. هنايا حاطين لي كوش بغيت نبارطاجيه معكم، ديري ليه 13.99 هاد الكارطون هادي البنات، 13.99 صراحه الرقم عارفين لي كوش هنايا ديال ليدل زوين. انا راه اختي كانت كتستعمل بومبيرس لولادها وما وافقش ليهم، وجات خدات هذا ديال ليدل قالت لي اسماء راه وافقهم زوين. دونك البنات فيه 88 وحده بياس اللي هو الثمن ديالو 13.99. كاينه طاي 5 وكاينه طاي 4 فيهم لي طاي، هيا شتو البنات كاينه طاي 4، بالنسبه للطاي 4 من 9 كيلو حتى 14 كيلو، والطاي 5 من 11 كيلو حتى 16 كيلو، باش تعرفوا اللي هو الثمن هذا. وثلاثه ما لقيتوش الاخوات، ثلاثة ما كاينش، ها هو وي ها هو ثلاثة، دونك ثلاثة من 9، ها هو البنات من 9 من 6 كيلو باردون حتى 10 كيلو، يعني من 6 حتى 10. ديال لانيسونس ما كاينش، نورمالمون كيكون ديال لانيسونس ديال الزيادة ما لقيتوش. هنايا لقيت هاد أومو هذا، دايري ليها البنات توا لا بروموسيون ناقص 70% موان 70%، الأول كتخلصوه 9.49 والدوزيام 2.84 البنات اومو. هذا غادي نقول لكم شحال فيه من الكابسول، فيه 27 كابسول، 27 بياس البنات. فوالا حبيبات ديالي، نتمنى الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش على اختكم اسماء بلي لايك وبارطاج. خليت لكم راحه الله مع فيديو قادم، والسلام عليكم.